السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير ما نبدأ به كلامنا لليوم حديث للرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم رعاة وكلكم مسؤول عن رعيته. حسنا أحبائي أطفال الصف الأول، اليوم درسنا في مادة التربية الاجتماعية هو المواطن الصالح. سوف نتعرف معا من هو المواطن الصالح وما علينا أن نعرف ما هي صفاته اتجاه وطنه واتجاه أبناء وطنه. أنا كمواطن صالح سوف أحمي بيئة من التلوث للأجيال القادمة. 2، أن ترشد في استهلاك المياه فهي ثروة لوطنك. كل يوم نفكر كيف نبدع ونطور في العمل الذي بين يدينا. 4، أن نحافظ على ممتلكات وطنك وكأنها ممتلكاتك الخاصة. أحسنتم أعزائي. أيضا أن نلتزم بالقوانين بدل أن نخالفها. أحسنتم، أن نلتزم بالقوانين بدل أن نخالفها، كما نحن ملتزمون الآن بخليك بالبيت. أنتوا عملتوا فيديوهات خليك في البيت دليل التزامكم، دليل إنكم مواطنين صالحين. أحسنتم أحبائي وأتشكركم جزيل الشكر على الفيديوهات. والآن ندرس درسنا معا: أنا مواطن صالح. أنا مواطن صالح، كل من يعيش في هذا الوطن هم مواطنون أردنيون. علينا واجبات يجب أن نؤديها تعبيرا منا عن حب الوطن والانتماء إليه. تعريف المواطن الصالح هو الشخص الذي ينتمي لوطنه ويحبه ويحافظ عليه ويقدم الخدمة له. من هو يا أول المواطن الصالح؟ هو الشخص الذي ينتمي لوطنه ويحبه ويحافظ عليه ويقدم الخدمة له. ما هي صفات هذا المواطن الصالح؟ المواطن الصالح يحافظ على نظافة وطنه وبيته. 2، المواطن الصالح يؤدي عمله بجد وإخلاص. 3، المواطن الصالح يتعلم من أجل وطنه. قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. شرح الآية الكريمة: إنما إحنا كل إشي بنعمله رب العالمين شايفنا ورح يحاسبنا عليه. أحسنتم طلابي أعزائي، والآن أترككم قليلا مع فيديو قصير يوضح حب الوطن وكما يجب أن نكون جميعنا. موطني موطني الجلال والجمال والثناء والبهاء في رضاك في رضاك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك. هل أراك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما. هل أراك في علاك تبلغ سماك تبلغ سماك موطني. هنا يا أول رأى شخص قام بالتدخين، فقام الرجل بالتحدث إليه أن التدخين مضر للصحة، فقال له الشخص الآخر: شكرا لنصيحتك، سأحاول الامتناع عنه، جزاك الله كل خير. موطني 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 الشباب لن يكل همه
يستقل أو يبيد أو يبيد. هنا ماذا حدث؟ الطفل قام بسرقة المرأة، فقال له الرجل اللي هو المواطن الصالح أن السرقة ذنب عظيم. نستقي من الردى ولن نكون للعدى كالعبيد كالعبيد، لا نريد.